طيب انا مش عاوز اضيع الوقت في مقدمه طويله لانه صلاح جاهين بالتاكيد عبقريته غنيه عن ان انا احط مقدمه. وعليه خليني هبدا بسرعه بالترحيب بضيوفنا، وفي ظل الحيره هبدا من اليمين لليسار، لان انا محتار ابدا بمين الاول، لانه كلا الضيفين عزيزين جدا عليا وكبار جدا، ومهم جدا كلامهم النهارده عن صلاح جاهين. خلوني ارحب بضيفنا العزيز داخل الاستوديو عن اليمين، الاستاذ ايمن عبد الله، مدرس اللغويات والباحث في علم الموسيقى العرقيه بالولايات المتحده الامريكيه. منورنا، ربنا يخليك يا رب. الاستاذ الكاتب الهام جدا، ناقدا فنيا وموسيقيا، الاستاذ محمد دياب، منورنا. أهلا، ازاي الحال؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. طيب انا بدات بالترحيب من اليمين، فهروح بالسؤال من الشمال. صلاح جاهين ده شخصية شديدة الغرابة بالنسبة لي في تنوع مواهبه، يعني بيمثل ماشي، يؤدي صوتيا أغاني وسكتشات ماشي، يكتب سيناريوهات عبقرية ماشي، يرسم كاريكاتير ماشي، يكتب في الصحافة ماشي. هو مش ماشي بس، هو بمنتهى التميز. هو مفيش حد في الدنيا يعني عنده موهبة غير صلاح جاهين، مش ممكن. حجم هذه الموهبة مهول. نعم، هو الحقيقة يعني الشاعر مجازا بنقول الشاعر، لكن هو يعني متعدد الأوجه ومتعدد الإبداعات. يعني من الشخصيات الاستثنائية اللي عدت في الحياة الثقافية والفنية في القرن العشرين. صحيح. يعني وأحد الأوجه الهامة المهمة يعني في الثقافة. طبعا ظهوره، يعني ظهوره كممثل و ظهوره يعني مشاركاته المساهماته المتعددة في كل في مجالات كتيرة خليته عنده شعبية كبيرة قوي وشخصية معروفة. ديوان والرباعيات مثلا من أشهر يعني أشهر دواوين الشعبية الشعرية. صحيح. العامية أو حتى الفصحى اللي اتقرت واللي اتغنت كمان، اتغنت أكتر من مرة يعني الشيخ سيد بكاوي لحنها وغناها بصوته مع إلقاء شعري من صلاح جاهين نفسه، والفنان علي الحجار كمان عملها بصوته. كان مذهل. نعم. مذهل. طب هنا هرجع لأستاذ أيمن، وهي مسألة اشمعنى الرباعيات هي اللي حظت بهذه الشعبية الهائلة؟ الله على السؤال. طيب خليني بس أضيف حاجة كمان على الشكل المؤسسي الفني اللي كان عليه صلاح جاهين كاتبا وزجالا وإلى آخره. الراجل ده كان مؤرخ، الراجل ده أرخ للشخصية المصرية الفنية بمنتهى السلاسة وخفة الدم. يعني لو تراجع أعماله، الراجل ده كان بيصحى الصبح يقرأ الأخبار ويوم قايلها لنا زجل. صح. أو شعر أو أغنية أو سيناريو، واخد بال سيادتك؟ طيب رجوعا للرباعيات، خليني أخد فكرة الرباعيات واروح لحاجة كانت ترند يمكن آخر 5-6 سنين. القراءة لباولو كويلو. صح. مش واخد بالك من التشابه بين باولو كويلو وشخصية صلاح جاهين، رغم أن شخصية صلاح جاهين أعمق وأخف دما؟ أنا أشوف أنه هو أعمق بكتير من باولو كويلو، وقد يضطهدني البعض أن أنا بشوف أن باولو كويلو مش بالعظمة دي، هو كاتب رائج جارسيا ماركيز برقبته يعني. جميل، هناخد الاثنين دول ونبص من الزاوية دي على صلاح جاهين. أعمق بمراحل. أعمق وأخف. يعني الراجل ده كان بيصيغ فلسفة في جملتين ونص اللي هي الرباعيات. فده عمل رائد، عمل يستحق الدراسة، الرباعيات. وطبعا يعني هنشكر مجهود الراحل سيد مكاوي والعظيم علي الحجار. لكن أنا شايف أن المفروض يتم تناول ده بالدراسة الأكاديمية أكتر من كده. أكتر من كده بكتير بكتير بكتير. يمكن دي جزئية كنا بنتكلم فيها أنا وأستاذ محمد مع دكتور عمرو عبد الحميد. كان على أم كلثوم، لكن الآخر ما يعرفش عن ثقافتنا كتير. المجتمع الأمريكي والأوروبي ما يعرفش كفاية خالص خالص. احنا عندنا لير ضخم جدا جدا وعميق من التنوع والزخم الثقافي الفني اللي مش معروف خالص. طب ده هياخدني على
برضو هنا بقى، بما ان احنا بنتكلم على انه المجتمعات اللي بره الغرب، امريكا او اوروبا، يمكن امريكا اكتر شويتين، فعدم المعرفه بالاحجام الثقافيه المصريه، صلاح جاهين بهذه السلاسه وبهذا العمق وبجماهيريته الطاغيه جوه المجتمع الناطق بالعربيه، هل يصلح الى انه يدرس في الاكاديميات الامريكيه ولا لا؟ هيفهموا؟ لان هو مصري زياده عن اللزوم اكيد، بس هو في صعوبه برضو لترجمه الشعر، يعني انه ما بيبقاش هو نفسه، يعني لو ترجمه صلاح جاهين هتبقى صعبه لانها عاميه. ايوه ايوه بالظبط، ممكن قاطع، ممكن نلاقي صعوبه في كده، مناقشه ثلاثيه. طيب هو احنا مش محتاجين نترجمها، لان انت عندك اوريدي دارس للغه العربيه كلغه تانية. اوكي واخد بال حضرتك. تخيل هل مثلا سمعت عن ان في باحث امريكي عمل، كنت لسه بقول لاستاذ محمد، عمل دكتوراه في شعر زكريا الحجاوي، تعلم اللغه العربيه الاول واتقن المصريه وبعد كده عمل دكتوراه في الشعر ده. احنا مش محتاجين بالدرجه الاولى نترجم حاجه زي الرباعيات، لان فعلا هتبقى صعبه من الناحيه التقنيه، يعني من ناحيه التكنيك عشان اوصل للمعنى بمنتهى الدقه في صعوبة اللي ترجمته العاميه او اللي عبرت عنه العاميه المصريه، هيبقى في شيء من الاستحاله اثناء الترجمه. لكن الاوقع ان انا اخاطب دارس اللغه العربيه كلغه تانية واعرض عليه ده. اهم 20 جامعه في امريكا كلهم دون استثناء عندهم تخصصات متعلقه بادب، اما يسموه ادب شمال افريقيا او ادب الشرق المتوسط. صحيح. او ادب، يعني اهم 20 جامعه كده من اول هارفرد لحد مثلا يو سي ال اي، يعني صحيح. كلهم صحيح. عندهم هذا التخصص. صحيح. طيب بعيدا عن النقطه دي عشان ما ناخدش فيها طول الوقت، وناخد اكتر جوه صلاح جاهين، وهنا بقى لازم اسال استاذ محمد دياب، من أي بوابة من بوابات الفردوس صلاح جاهين جاب شفيق أو متولي؟ ده مذهل. يعني قد يشاهد البعض شفيق أو متولي عشان أحمد زكي، والبعض عشان سعاد حسني، والبعض عشان الاثنين. أنا بشوف شفيق أو متولي عشان أسمع صلاح جاهين. جميل جدا السؤال، ازاي الفنان ده قدر يجيب الروح الشعبيه دي الممزوجه بالحكمه اللي فيها طرافه، فيها فكاهه في كل اعماله، مش بس شفيق ومتولي. يعني اولا والدته كانت اول عنصر مهم في تكوينه هو كشخصيه، انها شجعته على القراءه، شجعته على الرسم، شجعته على، كانت بتحكي له حكايات وقصص كتير. عنده جده أحمد حلمي، جده لوالده، كان مناضل سياسي وكان رفيق لمحمد فريد ومصطفى كامل واعتقل، والشارع اللي باسمه أحمد حلمي في شبرا هو ده أحمد حلمي جد صلاح جاهين. فالوطنية متجذرة لما شوي. المهزلة الإنسانية تصل أنه حد يعمل غنوة لك أحمد حلمي اتجوز عايدة، والله العظيم كنت عايز انتحر وقتها. طبعا جده كان ايضا يعني مستشار وقاضي طبعا، والوالد نفس الشيء، فالوالد كان حابب ان هو يطلع زيه بس هو اتجه للشعر. لحسن الحظ والده بحكم عمله كوكيل نيابه ثم مستشار وقاضي لرئيس محكمه استئناف المنصوره، انتقل من شبرا، هو ولد في شبرا وقضى طفولته في شبرا بالمناسبه، يعني بس هنقولها بعدين. اتولد في نفس البيت اللي اتولد فيه بليغ حمدي، ووالدة بليغ حمدي ووالدة صلاح جاهين كانوا صديقات وهم اخوات في الرضاعة. لا ايوه، والاثنين عباقرة. بليغ يعني، بس بليغ اكبر سنة، يعني بليغ سوري اسف، صلاح أكبر سنة من بليغ حمدي. بليغ 31 بس هم اخوات في الرضاعة. لما انتقل والده للدلتا تنقل في مدن كتيرة جدا جدا لمدة 12 سنة في الارياف وفي الاقاليم. في المرحلة دي بقى اللي شكلت وعي صلاح جاهين، اتعجن بالروح المصرية للفلاحين وللناس الشعبيين والعمال عشان كده يعني من أهم الحاجات اللي كتبها في بداية حياته الصورة الغنائية بتاعت سوق بلدنا اللي هو حلاوة زمان عروسة حصان، عروسة حصان وأن الأوان تدوق يا ولا. الصورة البديعة دي اللي فيها كل الشخصيات اللي جايه، ماليش دعوة ياما أنا عايز حلاوة. أنا فاكر الأوبريت كويس قوي. الأوبريت ثم أوبريت الليلة الكبيرة اللي هو اعترف إن هو كتبه قبل ما يجي القاهرة، يعني ما كانش شاف ولا مولد في القاهرة قبل، يعني لما كتب الصورة البديعة دي بتاعت الليلة الكبيرة اللي خلدها مسرح العرايس طبعا.
طيب انا هروح من هنا. هو اتعجب بالروح الشعبيه دي، هي اللي كونت الحكمه والفلسفه. ويعني اول ديوان ليه اللي هو كلمه سلام القصيده بيقول القمح مش زي الذهب، القمح زي الفلاحين، عيدانه نحيله جدرها بياكل في الطين. يعني ما كانش كان يقدر يكتب الكلام ده من غير ما يشوف حقول القمح، من غير ما يعيش في شبرا هذه يعني اللحظات يشوفها بعينيه. نعم بالظبط. القمح مش زي الذهب، ده زي الفلاحين. من العبقريه دي صوره برضه بديعه جدا. اول ديوان ليه سنه 55 في ديوان كلمه سلام. طيب انا هروح للفاصل ويمكن هرجع بعد الفاصل على مناقشه الليله الكبيره، رائعه عظيمه جدا كتبها صلاح جاهين ولحنها سيد مكاوي، والاثنين ليهم اداء صوتي جوه الاوبريت اخرجه صلاح السقا والد طبعا احمد السقا الله يرحم الثلاثه، بالمناسبه برضه كانوا ثلاثه عباقره، بس على ما يبدو انه غذاء الملائكه كان هو غذاء بليغه صلاح جاهين، لانه استحاله اثنين يبقوا عباقره، يعني ما هو ده شيء غريب جدا. عايز ارجع في الحته بتاعه الليله الكبيره دي للاستاذ ايمن، بس استنونا بعد الفاصل. انا دبت وجزمتي على هداب من كتر التدوير على الاحباب، انا دبت وجزمتي على هداب من كتر التدوير على الاحباب، يا سلام لم لو اعطر في حبيب ده انا ارقص من كتر الاعجاب، كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. انا قلبي مزيكا بمفاتيح من لمسه يغني لك تفاريح، انا قلبي مزيكا بمفاتيح من لمسه يغني لك تفاريح، مع اني ما فطرتش وجعان ومعذب ومتيم وجريح، بتنطط واتعفرط واترقص كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو كده اهو. بيانولا وقلا باندا وحركات، اطلعي بقى يا انصاص يا فرنكات، بيانولا وقلا باندا وحركات، اطلعي بقى يا انصاص يا فرنكات، انا عزمك يا حبيبي لما لقيك على فسحة في جميع الطرقات، نتنطط نتعفرط نترقص كده اهو كده اهو كده اهو كده كده اهو. عشان في الشغل انا ألدغ، عشان ده المناقشة، انا ألدغ في حياتي وانا بتكلم، طالما واخد قرار ان انا انطق مظبوط يبقى هنطق، بس هي فيها حتة بايظة انا عارف، بس احنا عيلة اللدغ، حتى ابني طالع ألدغ زيي، واخويا الكبير ألدغ، وابويا ألدغ، وجدي ألدغ، ده حاجة صعبة جدا. هرجع مرة تانية للترحيب بضيوفنا الأعزاء داخل الاستوديو، أستاذ أيمن عبد الله وأستاذ محمد دياب، وقلت أنا عايز أرجع للأستاذ أيمن على مسألة الليلة الكبيرة. الليلة الكبيرة كتوليفة على بعضها، وحتى كمان في إطار وإحنا بنتكلم على الموسيقى الإثنية. الليلة الكبيرة دي موسيقى مصري على كلام مصري، ولا الكلام مصري والموسيقى ممكن ما تبقاش مصري 100%؟ لا، المزيكا مصري 100%. مصري مصري يعني بالتعريف العلمي دي موسيقى مصرية. بص، الليلة الكبيرة أنا بشوف إن هي توثيق تاريخي اجتماعي للشخصية المصرية. حلو، تمام. وبيكمن هنا في وسط الليلة الكبيرة إشارة لشخصية صلاح جاهين الموسيقية. لو تاخد بالك أعمال كتيرة جدا عملها له كمال الطويل ومنير مراد وبعض الملحنين الآخرين، لكن جه عند الليلة الكبيرة بالذات وراح لسيد مكاوي. ليه؟ مصر قوي. ما هو الباقي مصريين. مصر قوي، شخصية سيد مكاوي الموسيقية مصرية بزيادة. هو بيشرح ايه اصلا في الليلة الكبيرة؟ ده مولد. المولد، عشان اعمل مولد، هو كقاعدة عامة اي ملحن يقدر يعمل اي حاجة، تمام؟ شغلته أكيد. هيقدر يعمل اي حاجة، لكن هتروح لمين متخصص في ايه؟ تمام؟ يعني على ذكر ان هو اسمه محمد صلاح اصلا برضو، صلاح جاهين. تمام؟ فمحمد صلاح، الكابتن محمد صلاح مهاجم.
تمام، هيقدر يلعب ورا بس مش منطقته، بس هو مهاجم بالظبط كده. كمال الطويل، تكوين الوجداني برضو ارستقراطي، مش بس كدا. انا عايز مولد بالظبط. فراح لسيد نكاوي، قام سيد نكاوي مفصل مولد، مسك الكلام ومفصل مولد. الكلام حتى السادة الموسيقيين يفهموا الكلام ده بسهولة، لكن لو هنبسطه للمستمع العادي، كل كلمة ليها طابع لحني. تمام، فما ينفعش أقول لك كلمة معينة وأقول لك واستخدم فيها مقام آخر مش متناسب معاها. فراح لواحد فئي، راح لسيد مكاوي يعمل له مولد، عمل له المولد ده. تخش جوه المولد تلاقي توثيق للشخصية الصعيدية، لشخصية الفلاح، لشخصية ابن البلد، للعلمة، للمزيكاتي، للي معدي في الشارع وملوش دعوه بالموضوع، للبياع الى اخره، بتاع السيرك، بتاع السيرك شجاع السيما، ونسج كل ده بالكلام، شرحه بالكلام، وقال حتى لغويا، يعني دي حتى حته تدرس من الناحيه اللغويه، طريقه تغيير اللكنات صح بتاعه كل شخصيه مصريه. وجه عمنا سيد مكاوي قام مفصل اللحن على ده. بص الجمال، بص الجمال، ده عمل يتدرس. دي كانت ناس تخض جدا. انا شجيع السيما، ده صوت صلاح جاهين بالمناسبه، ابو شنب الريمه. بالمناسبه طيب. الشيخ سيد مكاوي هو اللي سعى لصلاح جاهين يدور عليه بعد ما سمع الصوره الغنائيه بتاعت سوق بلدنا، قال انا عايز الشاعر، انا عايز الشاعر ده، عايز ده في ريحه بيرم وريحه بديه خيري، انا عايزه. وسعى ليه، وفعلا بقى في بينهم شراكه، يعني عملوا في حرب 56 هنحارب طبعا، وعملوا الليله الكبيره، وانا هنا ابن الحلال، عملوا يعني كتير يعني. طيب بما انه بقى، يعني انا كان بالنسبه لي مفاجاه انه صلاح جاهين وبليغ حمدي اخوات في الرضاعه، شكل العلاقه استمرت ازاي في اطار ان هم اخوات في الرضاعه ورفاق؟ ولا يمكن ان ننسى برضو، وده مهم، شرح العلاقه ما بين صلاح جاهين وما بين سعاد حسني. اكيد اكيد، هو في حاجة غريبة جدا في علاقة صلاح جاهين وبليغ حمدي، انه كان مفروض يبقى فيه، مش هقول شراكة يعني، يبقى فيه، هو لقى نفسه السيد مكاوي، بس يبقى فيه تعاون اكتر من اللي حصل. يعني هو افتكر اول غنوة عملوها سوا كانت انذار يا استعمار، كانت في بداية حرب 67. كتبها صلاح جاهين ولحنها بليغ حمدي وغناها عبد الحليم حافظ، اغنية قصيرة مدتها دقيقتين تقريبا. بعد كده في السبعينات عملوا أغنية أو اتنين في عودة الابن الضال، فيلم عودة الابن الضال، مجد الرومي، المخرج يوسف شاهين، الشارع لنا احنا لوحدنا، الشارع لمين، الناس التانيين دول مش مننا لآخره يعني. صح. يمكن في كمان أغنية تالتة، يعني ما كانش كتير، تلات أغاني أربع أغاني ومش مشهورين، يمكن أشهرهم الشارع لنا. ودي حاجة غريبة يعني، فيها علامة استفهام كبيرة يعني. ليه سعاد؟ سعاد، شوف، هو سعاد هو يعرفها من بداية الستينات، فيلم من غير معاد اللي هو شارك في بطولته، كان هو بيحب أختها خيرية، الفنانة خيرية أحمد، وكان خطيب أختها. في فيلم الزوجة الثانية تقريبا هو اللي عمل مشهد الأراجوز كتبه. أنا بتكلم عن علاقتهم مهنيا يعني، شخصيا ما كانش فيه تقارب وقتها. سنة 71 سعاد حسني راحت موسكو طارت فيلم الناس والنيل، كان في مهرجان في موسكو، وعرفت ان صلاح جاهين بيتعالج هناك من الاكتئاب واثار النفسيه للهزيمه للنكسه، فراحت زارته في المستشفى، وفي صور جميله بتجمعهم بالالوان في حديقه المستشفى دي. رجع 72 قرر ينتج او يشارك في انتاج فيلم، طبعا وكان تكفر انطونيان اللي انتجه بعدين، كان هينتجه لزوجته منى قطان اللي هو خلي بالك من زوزو، اللي اتفق عليه مع المخرج حسن الإمام طبعا. فلما تم استبعاد منى قطان اترشحت سعاد حسني، من هنا بدأت العلاقة. وكانوا هم السبب ان كمال الطويل الثنائي ده، يعني صلاح جاهين وسعاد، انه يرجعوا كمال الطويل يرجع يلحن تاني، كان اعتزل من سنة 67 التلحين. يعني 67 تلحين وطني، آخر أغنية عاطفية لحنها كانت 65، أغنيتين كان بلاش العتاب اللي كملها بعدين، والشوق والحب لنجاة، هي اللي رجعته يغني.
لانه كان التقط بيه مره ووعدها انه يلحق لها، فقابلته في اشاره مرور في الزمالك قالت له مش انت وعدتني استاذ كمال تعمل لي غنوه؟ قال لها اه. فقالت له طب خلاص انا قلت للاستاذ صلاح هو كاتبها، فاتصلوا بيه وراح لهم وعمل يا واد يا تيال. من هنا بدات الشراكه بينه وبين سعاد. النجاح الساحق اللي حققه الفيلم شجعهم ان هم يستمروا في الشراكه الفنيه دي. الفيلم قعد يطارد سنه واسبوعين تقريبا، 54 اسبوع. كملوا بقى في أميرة حبي أنا، وكملوا في المتوحشة وشفيقة ومتولي، وحتى هو وهي يعني هو وكان هو بالنسبة لها يعني مستشار وعراب وأب، ويعني ما تقدرش تخطو خطوة في أي حاجة غير ما تاخد رأيه وتستشيره. كان بيكتب لها أغاني بتطلبها تحديدا، يعني فكرة أغنية بانو بانو هي اللي طلبتها، طلبت أغنية بالمعنى ده، هي اللي طلبت المعنى، هي طلبت. آه السيدة منى قطان حكت القصة دي يعني. وهو برضو مذهل. طيب ما هو برضو هذا الرجل المذهل ايه اللي بيجي على ذهن عبقري يعني؟ والغريبه ان هما الاثنين ماتوا برضو بالاكتئاب، يعني في النهايه اكتئبوا حتى الموت يعني. هو غالبا العبقريه تدفع للاكتئاب يعني. انا كنت اسمع انه حتى الاستاذ بليغ حمدي الله يرحمه رب كان عنده نوبات اكتئابيه من ان الى اخر، وعشان كده دايما حتى كنا في الفصل بنقول هذا الرجل مغبون الحق دائما يعني وعبقري. وده برضو يعني هو كل العباقره كده، الحمد لله الذي لم يخلقني عبقريا. طب هنا يجي بقى عشان احنا اتكلمنا على بالمناسبة، انا اسف، هو غنى مع سعاد كمان في فيلم خلي بالك من زوزو، اخر غنوة في الفيلم استنى استنى في ناس تعرفهم جدا عايزينك، هو بيقول لها انت رايحة على فين؟ فبتقول له معلش انا رايحة عندي محاضرتين، فبيقول لها اوكي، ده صوته هو اوكي. اه بس طبعا جابوا حد يعمل الدوبلاج يعني، طالب يعني من الجامعة. اه وغاوي غنى يعني، يعني من كتر ما يعني الحب يعني حتى غنى معاها يعني. ايه ايه اللي يجي على ذهن زجال وشاعر مصري انه يكتب يقول زوزو النوزو كوان نوزو، والمشكله ان ما فيهاش اي اسفاف، والمشكله ان ما فيش فيها اي انزلاق، يعني راجل عرف يترجم الزائقه المصريه من غير ما يبقى بلغه اليومين دول بيسف. ازاي؟ ايه التركيبة دي؟ هي دي اصلا التركيبة اللغوية بتاعتك. اه يعني صلاح جاهين في بداياته خالص بدأ مع الشعر الكلاسيكي. اه وبدأ امتى يروح للشعر العامي او للزجل؟ لما قرا قصيدة بالعامية وعجبته جدا، فقرر يتعرف على كاتب هذه قصيدة. يطلع مين؟ فؤاد حداد الله يرحمه، وتربطهم ببعض صداقة جديدة طبعاً. بعد كده طبعا تمام. رجوعا لفكرة خفة دم صلاح جاهين الغير مبتذلة، هي دي أصلا حتة مصرية جدا فيك وفيا وفي أستاذ محمد وفي أي حد، فكرة النكتة المصرية. ما هو الراجل ده كان بيقول نكت في كلامه، كان بيتريق أكيد أكيد. في عز ما كان عنده اكتئاب بعد النكسه، كان في منتهى السخريه اللاذعه في 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 اسجاله وفي اشعاره، وبمنتهى خفه الدم لا تأنف منها وما يجيش لفظه تتضايق منه. ده انت، ده المصري. بص لل اللغه المصريه العاميه هي الوحيده اللي بيقال عليها اللغه المصريه، ما يتقالش عليها اللهجه، لانها ليها اصول تاريخيه وهي خليط من حاجات كتير، من ضمنها الفصحى واللغة الفرعونية القديمة إلى آخره، فده النتاج اللغوي بتاعك. فهو خد منه كشخصية مصرية عادية جدا، راجل بسيط مصري وعنده موهبة، فطلعها في نتاج لغوي. واخد بال سعادتك؟ هو كان عنده حكمة بيؤمن بيها دايما، ألسنة الخلق هي صوت الحق، حاجة كده. ألسنة يعني الخلق صوت الحق، صوت الحق. بس ما هو ده برضو بيخلي الواحد يعني، أنا فعلا بحب المناقشات اللي هي إيه، بنقعد نشترك في المناقشات، مش أسئلة رايح وجاي وبالترتيب. بس هو ما طلعش حد زي صلاح جاهين خالص، مع كل الحب والاحترام والتقدير وكل حاجة في الدنيا، بس ما فيش حد طلع زي صلاح جاهين. يعني زي ما قلت كده، هو لم يخجل من استخدام مفردات اللغة المصرية اليومية العامية، وفي نفس الوقت أصل في
حد كتير او ناس كتير هتتردد قبل استخدام مفردة ما، قبل استخدام مثلا مقطع صوتي ما زي كوان. احنا ما فيش حاجه، ما فيش كلمه اسمها كوان، فزوز النزو كوان نوزو. هو لم يخجل وتعامل مع ده بمنتهى الشجاعه. التركيبه الشخصيه، التركيبه الوجدانيه، هنا لو انا عايز اخدها حتى بشكل اكاديمي، هو ممكن تدرس ازاي في الاكاديميات دي؟ يعني نقول ايه على الراجل ده لو جينا نعمل بحث على زوز النزو كوان نوزو؟ والله انا ما بهرج، واعتقد انه دي حاجه جديره بالدراسه، هنقول عليها ايه؟ هو خد روح الشعب، يعني نقدر نقول. انا اعتقد الناس سمعته مره بيقول لما رجعوا القاهره تاني بعد 12 سنه رجعوا في السيده زينب. فيعني حد اتعجن بالروح المصريه للفلاحين والشعبيين في المدن، ومن شبرا للسيده زينب لكل الاقاليم اللي عدى عليها. وده كمان ده سؤال حضرتك لازم اصلا نضيف عليه جزئيه، انت هتدرسه من انهي ناحيه؟ يعني لو هتدرسه من الناحيه اللغويه ففي فعلا حاجه او ناس بتدرس ده من ناحيه اللغويه، التطور اللغوي. يعني في ماده بتدرس في اغلب الجامعات عن التطور اللغوي. طبعا تمام، اللغه كائن حي عايش وسطك، عايش وسطينا، فبالتالي بيتعرض لنفس اللي انت بتتعرض له يوميا طبيعي. وانت بتطوره كل يوم، وبتبتدي تختصر الجملة الطويلة اللي انت المفروض توصل بيها اللي انت عايزه لأقل قدر ممكن عشان توصل، وبتضيف مفردات قد تبدو بالنسبة لك أكثر تعبيرا عن شيء ما أو شعور أو حدث إلى آخره. ده انت بتعمل أكتر من كده بكتير، يعني كونوزو اللي حضرتك بتقول لا ما تتريقوش على ده، طبعا ما تتريقوش عليها. انت لغويا عملت حاجات على مر التاريخ خلت اللغويين يقفوا قصادها بالدراسة والحيرة. يعني مثلا انت دلوقتي خدت كلمات من لغة تانية وحطيتها في لغتك وحطيت فيها القواعد النحوية بتاعتك. احنا مش النهاردة بنقول دلتها، ديليت، دلتها، امسحها، دي مش كلمة عربية طبعا، وانت حطيت في الاخر ها، دي عربية وبقت جزء من المفردات العامية المتداولة في مصر، مش كده؟ فهو عمل ده بتلقائية شديدة جدا. كونوزو ماشي، هتلاقي هتدور جوه شعر صلاح جاهين هتلاقي حاجات كتير جدا جدا تستحق الدراسة من الناحية اللغوية. طيب وده ايه؟ محدش يقول لي ان الحلقة خلصت. دقيقتين، ثلاثة، أربعة، تسعة، عشرة، لا دقيقة ايه؟ يقول دقيقتين. كريم رمزي حبيبنا برضو، ميل على كريم. بس اصبر بس يا نديم، نديم رهيب، مذهل، مش ممكن. طب انا هنا عايز اسال برضو استاذ محمد دياب، مش بس على فكره الثنائيات بتاعت صلاح جاهين، بس الى اي مدى صلاح جاهين فعلا؟ انا بشوف زي ما قال استاذ ايمن ان هو الراجل ده ارخ لمصر في كتاباته، سواء اذا كانت للسينما او في كتاباته الزجليه والشعريه، وارخ للشخصيه المصريه وتطورها طول الوقت، وارخ للروح الوطنيه. فبدايه الحلقه النهارده فكنت بقول بما انه عيد ميلاد عبد الناصر وعيد ميلاد السد العالي، ما ينفعش يبقى ما فيش صلاح جاهين، يعني استحاله. فهو جزء، هو كمان من 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 تاريخنا، وبالتالي حجم الانكسار اللي جيل صلاح جاهين بعد النكسه. بمناسبه السد العالي، هو اللي كتب على راس بستان الاشتراكيه ده في تحويل مجرى النيل 63 64، واللي كتب لشاديه ايامنا الحلوه جايه هناك قدام عينيا، والسد العالي طالع جايب معاه مصانع جايب الاشتراكيه. يعني هو اللي كتب ده. وهو اتظلم بسبب انه كتب، يعني كتب طبعا لعبد الحليم كتب 7 اغاني يمكن وطنيه في اعياد ثوره مختلفه، اولها احنا الشعب مع كمال الطويل الثنائي دول، او الثلاثي كمال الطويل عبد الحليم صلاح جاهين سنه 56، اخترناك من قلب الشعب. بعدين كتب بالاحضان طبعا برضو عادي الثوره كمال الطويل، المسؤوليه برضو كمال الطويل 63، على راس بستان الاشتراكيه قلناها دي كان محمد الموجي 64، يا اهلا بالمعارك عيد الثورة 65 كمال، نعم، صورة كلنا كده عايزين صورة كمال الطويل برضو 66. وانتقلنا بقى لمرحلة الحرب، انذار يا استعمار اللي اتكلمنا عنها، ثم ناصر يا حرية اللي دي آخر أغنية طبعاً للثلاثي كمال الطويل عبد الحليم صلاح جاهين، دي اللي كتبها بمناسبة خطاب التنحي، ودي كان آخر أغنية كتبها عبد الحليم
اللي هو ناصر يا حرية روح الأمة العربية، اللي بيقول فيها الشعب يريدك يا حياته يا مكمل خطوته لأمال وحاجات كده يعني. دي طبعا قفل بعديها طبعا، ما كتبش أغاني وطنية تاني لعبد الحليم، وتوقف عن كتابة الأغاني الوطنية للمطربين. ولكن سنة 70 لما حصل اعتداء طائرات الفانتوم على الإسرائيلية على مدرسة بحر البقر في الشرقية وعلى مصنع أبو زعبل، كتب قصيدتين ونشرهم في الأهرام، خدهم سيد مكاوي لحنهم، الدرس انتهى لموا الكراريس بالدم اللي على ورقهم سال في قصر الأمم المتحدة. طبعا اللي هو بيقول ايه رأيك يا عزيزي، ايه رأيك ضمير العالم، ايه رأيك ضمير العالم يا عزيزي في تلميذة من أشطر تلاميذي، ايه رأيك في البقع الحمراء يا ضمير العالم يا عزيزي، دي الطفلة مصرية وسمرة كانت من أشطر تلاميذي، دمها راسم ثورة راسم زهرة راسم عار على الصهيونية والاستعمار. حاجة بديعة طبعا، لحنها سيد مكاوي وغنتها شادية، وفي غنوة غنتها المجموعة برضو سيد مكاوي الثانية اللي هي احنا اللي هي عناوين جرانين المستقبل، احنا العمال اللي اتقتلت قدام المصنع في ابو زعبل نتلو عليكم عناوين جرانين المستقبل. حاجة عظيمة طبعا. حرب 73 كتب لسعاد بس، يعني كتب لسعاد ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، دي أغنية وتصورت للتلفزيون وأخرجها حسين كمال ولحنها الشيخ سيد مكاوي. يا عيني يا عيني يا عيني. طيب أخيرا أرجع للأستاذ أيمن، ساعات ساعات أنا من الناس المؤمنين بأنه يحصل نضوب أحيانا للموهبة، ساعات بنجد كتاب آخر كتاباتهم ما هياش بجودة مرحلة التألق، نجد شعراء آخر أشعارهم ما هياش بجودة مرحلة التألق، ملحنين نفس القصة، مطربين كبار ما بيقدروش يكملوا المشوار إلا صلاح جاهين. هو لا، هو مش صلاح جاهين لوحده، لكن أنا فاهم الجزئية اللي حضرتك بتشير ليها. عملية الفن هو موهبة متعددة، يعني هو أصله طبعا مش بس زجال، هو ده مؤسسة فنية بالظبط، مؤسسة فنية ولم تنضب بالموهبة ما ينفعش تنضب ولم تتوقف في كل حاجة. زمان قوي أساتذة المزيكا علمونا حاجة جميلة جدا، عشان تألف مزيكا لازم تلعب مزيكا كتير لغيرك. اوكي تمام. فالفنان كائن يكتر، بياكل ياكل ياكل ويكتر. فلو بطل ياكل هيتوقف عن الاكترار، بس كده. شخصيه صلاح جاهين زي ما قلنا من شويه، شخصيه بسيطه مصريه خفيفه الظل وموهوب. ففضل زي ما هو مصري، عمال ياخد من الشارع ياخد من الشارع، زي ما قلنا في اول الحلقه خالص، راجل بيقرا الجرنان الصبح وينزل علينا بثلاث اربع قصايد، غنوه سيناريو فيلم زجل. فهو لم يتوقف تماما عن تناول اللي بيديهوله الشارع كل يوم، وبالتالي هو طول الوقت دائم الانتاج. بالظبط. الله يرحمه الله يرحمه، نورتونا وشرفتونا. الوقت ده ضيق، وصلاح جاهين يستحق مننا حلقات كتير كتير زيادة عن اللزوم، بس ما فيش حاجة اسمها زيادة عن اللزوم برضو في ظل صلاح جاهين يعني. صحيح. نورتونا وشرفتونا بجد، وانا مبسوط قوي ان احنا اتقابلنا يعني. ده شرف ليا محمد، اصحاب وحبايب، فدي اول مرة نتقابل انا وحضرتك، فانا سعيد جدا بهذه المقابلة. الشرف ليا، واتمنى ان احنا نتقابل كتير جدا. اكيد اكيد ان شاء الله. اشكركم مرة تانية، شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. اقروا صلاح جاهين واسمعوا صلاح جاهين تاني، اسمع صلاح جاهين، جربني مش هتخسر حاجة، اسمع الراجل ده بيتكلم ازاي، ودي حاجة مذهلة مذهلة ومخيفة في حجمها. بالمناسبة خلصت الحلقة لحد كده، كريم رمزي ثواني يكون موجود، ما هو دخل لسه، هيكون دخل علينا دلوقتي وبرنامجه رقم 10. أما احنا لو كلنا العمر فنقابلكم بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة. سلامات.